السلام عليكم. لو شفتي ملابس أحد إخوانك من الخلف، نجاسة أو وساخة أو بقعة، راح تعلمه لأنك شفته أنت وهو ما شافه، وراح تقول له عشان يغير ملابسه أو ينظف ملابسه لأن الأمر يخصه. كذلك إذا شفت خطأ على فلان من الناس، قل له لا تروح تقول عنه. هذه النجاسة وهذه البقعة اللي في ملابس أخوك من وراء هو ما شافها، كذلك الخطأ اللي سواه هو ما هو منتبه له، فنبهه أنت مثل ما تنبهه على هذا الشيء. ويحصل هذا بين الأخوان، سواء أخوان النسب والأخوان في الله، حتى بين الدعاة. إذا شفت خطأ على فلان من الناس لا تقول فلان كذا وكذا وكذا، رح له بنفسك. نحتاج نتكلم البعض ما نتكلم على بعض، نحتاج نعالج أخطاء بعض فيما بيننا، مو بنروح نقول لفلان وعلان عشان نعالجها. شفت علي خطأ أنا، ما له داعي تروح تقول لفلان يا أخي هذا حركته ما لها داعي، يا أخي ليش يسوي كذا، يا أخي تعال لي أنا وقل لي، خلني أتعالج، خلني أصلح نفسي. فلان اللي قلت له عني ما هو مسؤول يعدل اخطائي، فلان بيروح يقول لفلان، فلان بيروح لفلان، صارت غيبه، صارت نميمه، صرت تنفر الناس مني. انت يمكن كان فهمك مني خطا، افهم مني واسمع مني وقل لي ولا تقول عني، خلونا نتكلم البعض. المصيبه الاعظم اذا كان هذا الحال بين الزوجين، انه يسمع من فلانه او يسمع من فلان عن زوجته او هي تسمع عن زوجها، تصير تدخل في التخبيب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من خبب رجل على امرأته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قصة مؤثرة، مرأة تتطلق من زوجها التي عاشت معه سنين عديدة وأزمنة مديدة بسبب قيل وقال وعدم التثبت. بعد سنوات من طلاقه لزوجته يتبين له إن ما قيل كذب وافتراء وتخبيب، وتحسف ويندم لكن ما ينفع الندم. خلونا نسمع ونتكلم مع بعض، مو بنسمع ونتكلم عن بعض، خلونا نسمع من بعض.